السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم في كل مكان وكل حين. أحبتنا المستمعون في العاصمة الدنماركية وضواحيها عرب راديو الدنمارك، يحييكم في هذا اليوم الجديد 12 من سبتمبر 2019. ندعو بهذا الدعاء: اللهم أسألك لي ولكم في هذه الساعة حتى قيام الساعة إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وخيرا جامعا ودعاء سامعا وبيتا آمنا وجسما سالما وحسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار، ورحم الله موتانا وموتى المسلمين ووالدينا أجمعين، قولوا آمين. نستفتح هذه البرامج بآيات عطرة من القرآن الكريم، فلنستمع. صدق الله العظيم. في أبرز هذه الأخبار لما وصلتنا من أخبار كالتالي: سائق باص على خط 3A في العاصمة الدنماركية كاد أن يرتكب يعني حادث كبير أثناء المسيرة التي انطلقت يوم أمس الثلاثاء للطائفة الشيعية في شوارع العاصمة الدنماركية، وأبرزها شارع النوربرو الذي يقطنه الآلاف من أبناء الجاليات العربية. وتم بحمد الله تلاشي هذا الحادث الأليم، وكان يعني اعتبارا عن أحد السائقين العنصريين. نعم، هذا من أبرز ما وردنا. وأيضا يوجد لدينا إعلان وهو هام جدا لمن يحمل كرت الإقامة وليست الجنسية الدنماركية: أي الدول التي يجب عليه أن يسافر إليها. وأيضا كما وردنا أنه في الجروبات تناثرت الفيديوهات على أنه من يقود سيارته وهو حامل لهاتفه فقد يرتكب مخالفة كبيرة. وأيضا من الكليبات التي يعني يتعرض إليها السائق. هذا اليوم روجت هذه الفيديوهات على أنه تم مخالفة 141 منذ صباح اليوم بقيادة السيارات، ومنهم اثنين طبعا تعرضوا إلى إكليبات. هذا اليوم تم أيضا في عنا يعني بعض الأخبار التي تهم، وهي الإعلانات والدعايات التي تهم أبناء الجاليات العربية والإسلامية. كما وردتنا بعض الأخبار على أنه يقود الإنسان سيارته وهو يعني رافع هاتفه فهو يتعرض إلى يعني مخالفة يعني كبيرة، وأيضا إلى يعني أخذ كليب. ونستمع لما يقول هذا الدنماركي. Ydermere skal man så bidrage med 500 kroner til det her offerfonden.
Men det er jo nu, at den er ulovlig. Det er jo nu, det giver et klip, når du sidder med den i hånden her. Sætter vi den herover. Gør den fast. Fastmonterer den. Nu må jeg tage på den. Uden det giver en bøde. Uden det giver en bøde. Eller et klip. Eller et klip. إذن هذا ما استمعتم إليه من أنه يحذر الناس على أنه سيتعرضون للمخالفة. يا صباح الخير يا دنمارك، صباح الخير عرب ومسلمي الدنمارك، يلا على فنجان قهوة ويسعد صباحكم. يا حلو سطح يا حلو كل، يا حلو سطح ما غنى فل، يا حلو سطح يا حلو كل، يا حلو سطح ما غنى فل. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو طل، يا حلو صبح نهارنا كل. يعني إن شاء الله يكون نهاركم سعيد. نعود إلى يعني الكليبات للسائقين. يقول في هذا التقرير اعتبارا من هذه الأوقات يعتبر أشد العقوبة بحق من يستخدم الهاتف المحمول أو الجي بي إس وهو خلف المقود يقود سيارته ويتعرض إلى الغرامة والكليب القطع، حيث يقر أنه كل ثلاثة ممن يقود السيارة يقوم باستخدام الهاتف المحمول أو نظام تحديد وفقا لمسح هيئة القيادة الآمنة في الدنمارك، ويقر بذلك كل 8 من 10 من الدنماركيين بذلك، حيث ثبت أن كل 3 لذلك نرجو عدم تحريك السيارة قبل ضبط برنامج تحديد الاتجاهات وفق الوجهة المطلوبة، ولا تقود بذلك بعد قيادة السيارة، بالإضافة عدم استخدام الهاتف مهما كانت الأسباب وهو يقود سيارته. نرجو لكم السلامة والانتباه والحذار. مكتوب عليا أبص لفوق وأجيب لقلبي شو أنا شو، مكتوب عليا أبص لفوق وأجيب لقلبي شو أنا شو، والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا كل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا كل. يقول أحد الأخوة لابنه يعني يوصيه: إذا رأيت الليل يسود ويسود فاعلم أن الفجر قريب، وإذا رأيت الحبل يشتد ويشتد فاعلم أن انقطاعه بات قريب، وإذا رأيت الكرب يحدد ويحدد ويحشد فاعلم أن الفرج قريب، فصبر جميل
والله المستعان. وفرج الله قريبا وقربة ولنا أجمعين. يقال في بعض الطرف كل زوجة مجبرة على إطعام زوجها، لأنه حسب اتفاقية جنيف يحق لكل أسرة وكل أسير وجب الطعام يوميا. مايخة صحيح؟ رجل يسأل زوجته: حبيبتي شو عاملة غدا اليوم؟ قالت له: ولا شي. قال: هم بارح كان ولا شي. قالت له: آه عملته على اليومين. هاي حلوة. يقال في بعض الحكم: إذا أصلحت ظاهرك جذبت نظر الناس إليك، وإذا أصلحت باطنك جذبت قلوبهم إليك. الله. قال أيضا: الصداقة شيء جميل جدا، فقد تحتاج إلى أناس يعرفون معنى الوفاء وليس المصلحة. من ودع زمان، من روح لزمان، ينسانا على أرض النسيان. من ودع زمان، من روح لزمان، ينسانا. أما عودة أخرى لموضوع، وهي كما ذكرنا أنه كرت الإقامة، الدول التي تمنحك إلى السفر إليها، وهو من يحمل كرت الإقامة فقط وليست يعني الجنسية كما يقال، وإنما هو فقط كرت الإقامة. أي الدول التي تمنحك أن تذهب إليها؟ فلنشاهد
ونطلع على الدول التي الكثيرون من أبناء الجاليات العربية والإسلامية ولا يعني أعد يعني تحديدا بالمئة كم عدد نسبة أبناء الجاليات الذين يعني لا يحملون الجنسية الدنماركية في العاصمة الدنماركية، وإنما السفر إلى العديد من الدول العربية وغير العربية، وهو السبب يعود أنهم يحملون وثائق سفر دنماركية. نعم، وهو ليس جواز سفر رسمي مثل التي يحملها المواطن الدنماركي، حيث تمنح الدنمارك وثائق دنماركية تسمى بوثيقة سفر للأجانب المقيمين الذين حصلوا على حق الإقامة في الدنمارك للأسباب إما للجوء وإما الحماية وإما لم الشمل. أما الجواز الأزرق يمنح الأسباب العامة للجوء، وكل هذه الوثائق غير قادرة على تسهيل السفر للاجئ.